بشهر الخير ومقدمه يريخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه. مسألة: حكم استعمال الحقن في نهار رمضان، هل الحقنة التي تحقن للمريض في نهار رمضان تفسد عليه صومه؟ الحقنة إذا استعملها الصائم في نهار رمضان في الوريد أو كانت في العضلة فإن صيامه لا يفسد بذلك، لأنها ليس فيها معنى الطعام والشراب وهو محتاج إليها، فمتى احتاج جاز له ذلك، ولو أخر إلى الليل لكان ذلك أفضل. أما الحقنة التي تكون في الوريد للتغذية كما هو حاصل لبعض من احتاج إليها في نهاية رمضان، فهذه كما قال الفقهاء يفسد الصائم صيامه إذا استعملها. لماذا؟ لأن فيها معنى الطعام والشراب، ودليل ذلك أن الصائم يستطيع أن يعيش عليها أياما وربما شهورا، فهي تقوم مقام الأكل والشرب، ولذا لا يأتي بها الصائم في نهاره إن استطاع أن يؤخرها إلى ليله، فإن احتاج إليها استعملها وقضى ذلك اليوم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وسلم. وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه.